تعلم واستفد من دروس الجيتار مع يوسف لايف. ادعمني باللايك وهيا بنا للتعلم. السلام عليكم احبابي، نتمنى تكونوا بخير. تمتوا في هذا الفيديو اليوم غادي نتعلموا لاميره. والله هو اول مره غادي نجربوا بهذا الميكروفون هذا، ما عرفت كيفاش غادي يكون الصوت فيه. دابا ندوزوا للبلان ديال كيفاش نخسروا لاميره. قبل ما نبداو الفيديو ما كاين لا لايك لا والو، كيفاش انت زعما تدخلوا كتستافدوا ما كاين لا لايك لا ريبات لا والو. المهم خصنا نديروا هذه الوقفه، هذه الوقفة تاع بنادم يجي لايك كدا ويتقزر الجهد وصافي. هذا والله ندوزو دابا للنقطة. المهم الأغنية ديال الأميرة نقسموها ثلاثة الأقسام، فهمتي؟ حيت بثلاثة بيهم تيتغير فيهم الريتم، الريتم أو ماشي الريتم، حيت بثلاثة بيهم تيتغير فيهم لي نوت ديالو. تيسكيب بحال هكا، ري ماجور، هذا الأول، هذا الثالث، وهذا الثاني. الأميرة في لا ماجور، هذا في الثالث، هذا في الثاني، هذا في الرابع، هذا في الثالث، هذا في الثاني. الأميرة سي، هذا كنسد هادشي كامل، كنسدو بس بهاد الصبع، هذا في الثاني، هذا في الرابع، هذا في الثالث. الأميرة القناوية، يعني هادي صوت، يعني هادي إلا كنتي كتشدها كهانية، كنتي كتشدها باري مزيان، يعني كنسد هذا كامل، هذا الثالث، هذا الخامس، هذا الرابع. هاد النقط هادو في التقسيمات ديال هاد الأغنية كاملة غادي يثبت لي، غادي يختلف في الأماكن ديالو، فهمتي؟ المهم الدخلة الأولى بدا كلهم تتمشي بحال هكا، بعد التسلسل ري لا ماجور سي صول. فراب هبطة سكتة هبطة جوج لعاد، هبطة سكتة هبطة جوج لعاد، هبطة سكتة هبطة جوج لعاد. وكل نوطة تنجلو فيها هدا، هبطة سكتة هبطة جوج لعاد وقلب. أميرة القناوية تزيني في بالي بزيت صويرة، هذا بالنسبه لهاد الدخله الاولى. الدخله الثانيه ديال ربي كريم خلاني معاك هناني، كنبداوها في سي ولا ماجور، كنجيو ديك ربي كريم خلاني معاك هناني، صخره نعيم حداك في كل لواني. هنا تبقى سي لا ماجور، تعاود سي لا ماجور. ربي كريم خلاني معاك هناني، صحراء نعيم حداك في كل لواني. تمشي بلان وتتعاود عاوتاني، ربي كريم خلاني معاك هناني، صحراء نعيم حداك في كل لواني. فاش تقولك امين امين هي البارتي الثالثه اللي كيتبدل فيها دابا الريتم. دابا الريتم بدينا ري لا ماجور سي
صعب. في لابارتي الثانيه ولينا غادي نعيب ربي كريم خلاني معاك هناني سي لا ماجور سي لا ماجور. لابارتي الثالثه تاع امين 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 تتمشي بصول سي لا ماجور عاد نقفلها بري امين 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 كنديرو فيها فراب يعني ما كاينش شي فرق يعني كل نوطه عندنا الحق نقص فيها فراب بين الباسك تاع الضو جوج لعاب وهذا الشيء اللي كاين بالنسبه لهاد التيسك هذا نشوف شي تيسك اخر بيس ليكم.